كم هذا يوجد احد المشاكل على فكره. المشكله هذه مش موجوده عندنا في ليبيا، مشكله عالميه. هز الطفل هذه عباره عن احنا نحاول نسكت الطفل نهزه، واعتقد في في فيديو بيكون موجود على الموضوع هذا. نعم، عمليه يا ريت المخرج يطلع لنا هذا الفيديو حتى نقدر نعلق عليه اكثر. هز الطفل هذا يؤدي الى قطع بعض الاوردة. نعم، موجود معنا هو الفيديو الان يظهر على الشاشه. تمام، نعلق عليه. تمام، الطفل هذا لما الأب والأم يحاولوا يسكتوه يهزوا بطريقة معينة يؤدي إلى قطع في الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ. نعم، فيؤدي إلى مشاكل في الدماغ، إلى قصور في الدم اللي واصل الدماغ، إلى تغذية الدماغ، ويؤدي إلى مشاكل قد تؤدي حتى إلى الوفاة. فالمشكلة هذه يجب أن الأب والأم يأخذوا بالهم منها. هزان الطفل هذا موضوع عالمي مش عندنا احنا بس، ولكن نتمنى ان الاب والام يتوقفوا عن هزان الطفل بالطريقه هذه، لان هي بروحها تؤدي يعني بدل ما نحل المشكله اني نسكت الطفل نلقى روح في مشاكل عصبيه، والطفل عنده ضمور في الاعصاب ومشاكل لا حصر لها يعني.